دابا خذ هاد لي بري هادو يخليوك تشتي ريجيم بوينت رويال سالاد دي سواز تاع ياك هاك روبيت رويال دي سير ممنوع انا غير نبلو الموت انا خليونا غير هاك ممنوع خو دري جالس مستوني مع راساتو انا كنقلب على الصداع مره مره كي نهز لي التليكوم وبانت فيها شوف ضروري يخص الهضره اش كدير انت تما ها ويلي قول لي شتيني وليتي تقاقي هذيك الساعه الزباله دابا كنتسنى بيكاسو عزمو عليا قال لي ودي راه جايب لك واحد الطابلو خوت ما عرفتش المهم الخوت دابا راه قال لي راه قربت لحدا الدار غنشوفو دابا الطابلو اللي جايب لي ما فهمتش انا يا خونا ها كيرسم فيها هو جاي دابا لي اش هو هادشي واش هذا طابلو ولا باب ولا هبط 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 مسخوط هو والله الا بصح حتى ضرب 600 الف صاحبي في الانستغرام وانت دير لي راه كتسافر صاحبي لا ولا دابا الطابلو كي غندير لي دابا فين نعلقو دابا فوق الدار والله الا كاين بالله تبارك الله عليك اش غادي تشوف لك هادو اللي جاب لك بيكاسو اش هي واش هي فين غادي نديرها ما زال ماضي صحي وترخيص وجبه ثانيه اش فيها فيها لاداند وفيها شويه ديال الروس وسلطه ديك السلطه فيها 100 غرام زعما حيت عندي لاداند ماشي غير واحد الوجبه ها هما كما كتشوفوا كنجيب لاداند كامل عندي قدر في ثلاثه الوجبات التحميره الملحه القزبور كنعبص داكشي وكنحطو كيطيب وكيجي ناضي قال لك كدير العطريه كتخليها شحال كلها واحد ساعه تقريبا ديروا ليها الزيطره انت كتكبها هنا وكتحطو في الفران وكيطيب كيخرج عشان خوت واحد الريحه الوجبه الاساسيه اللي عندي اليوم في النهار هي ساليتها كاين هنا 150 غرام هنا 50 غرام وهنا الخضره كاينه 100 غرام و15 غرام ديال الكود فاد باقي ثلاثه ديال الوجبات غتشوفوهم كاملين خوت واحد الوليمه ولكن المشكل انا ريجيم السيليكا وايل على الرويده سكر واش ولا لا والله الا كاينه بالله ها هي شتا سير خوان الرويده سكر ما يضيع بفكوك حبسه الصندا المهم الرويده السكر كاينه يا سيري يا سي هاو ار يو سبيك انجلش ويز الضلا كعداك الجوع ديالي والله العظيم واش راه داير الريجيم ابيوسلا والله الا داير الريجيم او يا والله الا بديت الريجيم ما يمكنش ابيوسلا اش بان لك نحيدو اليوم اليوم حيدو حتى الغدا اجا هو جاب سيو الضلال لا سويت ديالنا لا سويت ديالنا ودا خويا اش بديت تاكل رد لي بيلي السول رد لي بيلي شي هذا راه سخون لا حنيك والدين شي حاجه سخونه ما تعطيهاش لي موعد وهو موعد ودابا خوت هاد لي بري هادو يخليوك تشتي ريجيم شوف انا بالله الشرع شوف زرع وسام زر بوانكس ورويالكس 6% ها ويلي
هادي راه على سوق ديال الحوت تضرب هاد لا سوق اقسم بالله الا بديت كنعرك شوف حتى انا مسكين والله الا عرفتي حسا عرفتي والله يلعب والله يلعب مسكين والله العظيم كاين الحوت داكشي والسلطه حتى العصير راه السوسيك في هذا الحمد لله راه الريجيم داكشي هو هذا واحد البلا والله فبارك خويا واش راه الله حياتي غادي نعيشو العظيم صحكم لا ارا ولدي حسام ليت شويه مال ارا وليدي شوف هذا واحد خطوه ديال التكا اول مره يتكا هذا اول مره يشبع تبارك الله على باب الله الله يحفظ ليا شكرا بزاف على العراضه فيليت الصول ارا وطبطله قول لي الماركه ديال الحوت هذا فيليت الصول هذا فين هذا هذا ميرنا سير ها كرامر كرمال هاكاك تا هي كروبيت رويال هاك كروبيت رويال شنو مازال كاين تما هادي باش عمره الله اعلم اي ثينك ام لوزين ماي مايند شنو الظلام حتى انت راه اي ثينك ام لوزين ماي مايند والله الا بصح والله ديسير ممنوع انا غير نبلو الموت انا عليك واش ولدك انا صافي كتسمع لولدك ديسير ممنوع غير ندوقو انا غير ندوقو انا زعما كنا صاحبي ندوقها صاحبي اسمع داك واش ولدك انا كتسمع كتسمع ما تجيش لي هذيك الظلام كاع نقول لها ديسير والله خلينا صاحبي خليونا غير هكا ممنوع شنو ممنوع والدروالي طيب انا ناكل ونموت انا خلينا هو باقي 45 دقيقة الله الصلاة تسد على الله نجيبها باقي باش كندير 3 دقائق في الماء بارد ودقيقة الماء سخونة ونمشيو نضربو الربة اللي كتجي من مورا لاصا هذه هي الوجبة ما قبل الأخيرة فيها 200 غرام ديال الصدر ديال الدجاج و 100 غرام ديال الخضر باقي وحدة الأخيرة سهلة فيها غير السلطة والطون حتى غنوريها لكم الوجبه الاخيره عرفتي راه بين الوجبه وجبه ثلاثه د السوايع تقريبا اش فيها فيها واحد 100 غرام ديال البطاطس 100 غرام طاق صافي 2 غرام ماشي مشكل 11 وكاينه سيتي 10 غرام ديال اللوز جبت النيط ونضربهم من هنا السيمانه كامله غنضربها بحال هذا الشيء صوم وشلاضه صافي هذا ما كان في هذه الروبا هذه الاخيره غير هذيك الخرجه باش زبلت غير اليوم وكاين ماشي مشكل ما عنديش التعاون يلا تصبحوا على خير الاخوان هذا الشيء هذا ما كاين امين جريك في الاول بوم في الاول بوم